بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا organ transplantation and graft rejection، يعني عندنا زرع الأعضاء والرفض المناعي لهاي الأعضاء. organ transplantation يقول الزرع provides opportunity for definitive treatment of end-stage organ disease، يعني يقصد أنه العضو من يوصل للمرحلة النهائية يفشل بعد ما يؤدي وظائفه، فبهاي الحالة لازم نلقى بديل اللي هو الزرع. مثلا الكلى توصل مرحلة بعد حتى الغسل ما يفيد وياها، فشنو الحل بهاي الحالة؟ نجيب كلى ثانية من شخص آخر ونزرعها، فيمثل علاج نهائي. ممكن يقول definitive treatment، ممكن تجي فراغها. يعني the major complications are graft rejection، يعني قصد الجرافة انه هذا العضو او الشيء اللي ينزرع داخلنا راح ينرفض، مثلا عضو او جلد او اي شيء. هاي المشكلة الاساسية الاولى. اما المشكلة الثانية ممكن تجينا من الدراج توكسيسيتي، لان احنا نعرف انه السمونة الادوية المهبطة للمناعة راح تكون مزمنة، يعني لو شخص يستخدمها طول حياته فهاي ممكن تسوي سمية للكلى، للكبد، الأماكن الثانية. وكذلك المناعة عندنا راح تهبط، فراح تصير عندنا انفكشن هواية، نفس فكرة الاميون ديفيشنسي، كأنما المناعة نقصت. ترانسبلانت سيرفايفل يعني يقول إنه هذا العضو ممكن يبقى فترة أطول وكذلك يستمر بالتحسن، يعني أو يؤدي وظائفه بشكل جيد. As a result of the introduction of less toxic immune suppressive agent، يعني نعطي أدوية أقل سمية، يعني مو كلش قوية، أدوية يعني زينة. and increase understanding of the process of transplant rejection، وكذلك إنه ده يقول إنه العمليات مال الزرع تطورت، يعني صار أكو في التحاليل معينة يقللون الرفض أكثر ما يمكن. يعني قبل كان يصير هايبر أكيوت وغيرها، هسه لا، ده يصير بس كرونيك، لأن سووا تحاليل وطرق جديدة وعلاجات، فصارت عملية الزرع يعني أقوى وأفضل. يقول solid organ transplantation inevitably stimulates an aggressive immune response، يقول يعني إنه من نزرع عضو حتما، يعني 100% ما بيها كل مجال، لازم يصير عندنا رفض مناعي، وكذلك ممكن يسبب لنا استجابة مناعية كلش قوية. by the recipient يعني المستلم، الشخص اللي ينزرع به العضو. unless the transplant is between monozygote twins، يقول فقط انه التوائم، طبعا التوائم بها انواع، اكو توائم مثلا ولد وولد يشابهون، يعني نسخة يسمونه monozygote twins، يعني هذول اجوا من نفس البيضة المخصبة، هاي البيضة المخصبة بعدين تنقسم فيصيرون 2 توائم، هذول الجهاز المناعي مالتهم متطابق، فمستحيل يصير عندهم استجابة مناعية ولا يصير عندهم رفض مناعي. اما بقية لا، ياخذ مثلا من قرايبه او من شخص غريب، لا هيحصل بها استجابه مناعيه. والثاني وعندنا مثلا اذا شخص ياخذ جلد من منطقه من جسم المنطقه الثانيه، هاي مهم ما تصير بها استجابه مناعيه، نفس الكائن. The type and severity، هذا طبعا مهمه، هاي the type and severity، هاي يجي عليها سؤال اعتقد، يعني لازم نحفظها. of the rejection response، يقول يعني انه اللي حد يعني نوع وشده الرفض او الاستجابه المناعيه يتم تحديدها من خلال genetic disparity between the donor and recipient. يعني شنو قصد genetic disparity؟ يعني قصد اكو بالانسان اكو شيء يسمونه MHC major histocompatibility complex، هاي الجزيئة البروتينية هي المسؤولة عن تحديد التوافق بين الأنسجة. يعني هسه مثلا اني وشخص اخر، شلون اعرف اكو بيني توافق بيني وبينه؟ نجيب فحص للام اتش سي او الاتش ال اي، اللي اسم ثاني يسمونه اتش ال اي، اذا اكو تطابق نسبه كبيره نسوي زرع، اذا ما اكو لا ما نسوي زرع. فهو هذا الجينيتك ديسباريتي، اكو فروقات يعني بين الاتش ال اي مال المستلم والمتبرع. فاذا كان اكو تطابق او شيء يعني مقارب نسوي عمليه زرع، كان المختلفات لا ما نسوي عمليه زرع. وبعدين نشرح ليش الاتش ال اي اعتمدنا عليه.
The immune status of the host يعني الحالة المناعية مال الشخص، إذا شخص مناعته زينة قوية راح يكون الرفض بيه جدا قوي، بس إذا مناعته مقللها أو تكون مناعته ضعيفة راح يكون الزرع بيه ناجح أكثر. And the nature of the tissue transplanted يعني عن طبيعة التشو اللي ينزرعه، مثلا إذا زرعنا جلد شلون راح تكون الاستجابة المناعية، إذا زرعنا قلب كلى حسب يعني. مثلا الجلد ما بي بلاد فازلز وهاي السوالف يعني المعقدة، فيكون الزرع بي يعني أفضل باستجابة أقل مناعية، بس الكلى لا بيها بلاد فازلز وبيها هواي أشكال وألوان جزيئات، فأكيد يسوي لنا استجابة مناعية أكثر من الجلد. The most important genetic determinant is the differences between the donor and recipient HLA proteins. هذا مهم، السطر اللي مهم ما تو شرحناه، قلنا ال HLA أو ال MHC إذا اختلفن بين المستلم والمتبرع راح يسوي لنا استجابة مناعية ويصير عندنا رفض مناعي لزراعة الأعضاء. The extensive polymorphism of these proteins means that the donor HLA antigens are most invariably recognized as foreign. يعني قصد المتبرع ال HLA مالته راح جسمه راح يعتبره انتيجين، راح يعتبره كأنما بكتيريا، طبعا إذا كان مختلفات ال HLA. By recipient immune system يعني الجهاز المناعي مالتي راح يصنف ال HLA مال المتبرع على انه هذا مثلا فيروس، يعني كأنما يعني فورن يحس بحساب الفيروس. Unless the, an active antigen has been made to minimize in minimize incompatibility، يسوون في التحاليل معينة في الترتيبات معينة علاجات وغيرها راح يقللون هاي المناعة على مود يستجيب الجسم لهذا العضو. طبعا هاي كلها مقدمة، بس قلنا التايب اند سيفيريتي هذا مهم جدا نحفظه، وهذه النصطين هم لازم نحفظهم اللي اتى الله، اما البقية لا بس فهم. هايبر اكيوت ريجكشن، طبعا ذني الانواع هايبر اكيوت وغير هذا مهمات جدا مهمات، لان ما راح يتكرر. result in rapid and irreversible destruction of the graft يعني هو الجراح ده يزرع الكلى ده يشوفها الجسم ده يرفضها، ده يشوف انه لونها صار ازرق يعني رفضها الجسم. it is mediated by pre-existing recipient antibodies against donor HLA antigens يعني ده يقول انه اكو فد انتيبودي موجودات بجسم اللي يسمونه يعني جسم المستلم، يعني مثلا انا جسمي في انتي بودي قبل يزرعون، الانتي بودي مالتي موجوده قبل لا يزرعون كلى، هي الانتي بودي موجوده مكان الزرع وين الكلى مباشره، بس يربط الجراح الكلى ويربط الارتري الفينز بس يصير الانتي بودي مالتي تهاجم العضو فيصير هايبر اكيوت ريجكشن. هسه نشرح ليش مين اجت هاي الانتي بودي which arise a result of a previous exposure to for the transplantation. مثلا اكو شخص يعني دائما يزرع يعني مرتين ثلاثة، فجسمه يكون انتيبادي ضد الزرع يعني ضد الأعضاء مباشرة بس يزرع يصير عنده هايبر اكيوت. blood transfusion or pregnancy، الشخص اللي دائما يعني يسحب دم يعني ياخذ دم من هذا وذاك جسمه يصير عنده هواي انتيجينات، هواي تصير عنده استجابة مناعية كلش قوية يعني، فمباشرة بس يتم زرع له يعني الانتي بودي تتكون او هي متكونة اصلا مباشرة تهاجم العضو. الحامل كذلك تجيب مثلا مرتين ثلاثة هم يصير عندها انتيجينات هواية، لان الطفل له انتيجيناته فالجسم يكون ضدها مثلا اجسام مضادة، فيعني الفكرة انه الجهاز المناعي راح يصير عنده فد نوعيات معينة او نوعيات متعددة من الانتيجينات، فممكن يهاجم اي شيء غريب يعني يصعد فيه، يعني مثلا نقول صارت عنده خبره الجهاز المناعي صارت عنده خبره مواجهه الانتيجينات، فاي شيء غريب يجي مباشره يهاجم يعني يتعود على هاي السالفه. بس هاي الانتي بودي اكو بالبلاد فازل فد منطقه يسموها اندوثيليا اندوثيليوم، هاي الاندوثيليوم الانتي بودي هم موجود بيها يعني نلقاه لازق بيها موجود ملتصق بيها خصوصا بالاندوثيليوم مال الكلى، لان احنا عندنا شرايين وفينز هاي المنطقه منطقه الزرع مباشره، بس نربط الارتري مال الكلى المزروعه واللي الارتري مالتنا بي انتيبادي، هاي الانتيبادي قبل تهاجم الكلى فيصير هايبر اكيوت ريجكشن، هاي فكرتها بشكل اساس.
It is very rarely seen in clinical practice. يعني صار هذا طبعا هذا النوع كان شائع بس هسه صار قليل جدا. At the use of screening for anti-HLA antibodies and pre-trans يعني ذني فحوصات يجيبون فد طبق معين يخلون بيه الاتش ال اي مال المتبرع يحطوا له فد سيرم معين صناعي يسمونه انتي اتش ال اي فد فحوصات معينه اذا طلعت النتيجه بوزيتيف يعني هذا الشخص ما يفيده يعني مباشره جسمه حيكون ضد مناعه اذا ما طلعت بوزيتيف يعني نيجاتيف لا هذا عادي نخليه الجسم ينزرع على العضو وبري ترانسبلانت كروس ماتشنج يعني يسوون تطابق بين ال HLA مالتي وال HLA مال المتبرع على مود نشوف تطابق اذا اكو تطابق نزرع ما اكو تطابق ما نزرع prior identification of recipient donor encode stability يعني مود نعرف الانسجه المتوافقه الخلايا الانتيجينات هي فكرتها يعني طبعا قلنا ذني مهمات الهايبر والاكيوت والكرونيك لازم نحفظهم يعني المهمات جدا acute cellular rejection is the most common form of graft rejection. يكون أكثر شيوعا هو which is mediated by activated T lymphocyte. هسه خاف يجيكم سؤال منو اللي يسبب لنا فد immune response بالهايبر أكيوت نقول له pre existing recipient antibodies. إذا سألكم بالأكيوت سيلولار تقولوا له activate أو T lymphocyte. هنا احنا ربطنا الكلى والارتريات والفينز مالتي العضو المزروع بعدين تجي التي لينفوسايت التي سيل تمر بالكلى ولان هو الدم بعد يمر بالكلى راح يشخص انه هذا العضو غريب وبعدين يسوي تي او سيل ميديتد اميونيتي اللي هو النوع الرابع ديلايد يعني استجابه متاخره فد اسبوع 30 يوم بعدين تتكون مناعه بعدين ينرفض العضو يبدي سيل ميديتد اميون تهاجم العضو مالتنا خلال فترة 7 أيام إلى شهر result in deterioration أو تدهور يعني deterioration in graft function راح يسوي لنا تدهور بالعضو المزروع if allowed to progress it may cause fever يعني قصده إنه إذا ما اعطينا علاج يعني سمحنا لهالشي يتطور it may cause fever يعني سخونة pain and tenderness over the graft يعني المنطقة راح تسبب لنا ألم يعني مثلا الكلى راح تسبب لنا ألم بالظهر نعرف احنا ان السيال ميديتد اميونيتي من تزداد راح تسوي لنا هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 اللي ينتج عنها فيفر pain tenderness يعني خصوصا بالزرع يصير هالشيء it is usually amenable to increase immunosuppressive therapy يعني احنا نقول لازم نزود يعني الاميون سبريسف ثيرابي على مود نحاول نقلل المناعة اكبر ما يمكن على مود تستمر الكلى تمام هسه اعتقد هذا واضح اذا بس السؤال هنا شنو اللي ممكن يصير التي لينفوسات هي المسؤولة عنه شنو الاعراض اللي تصير فيفر بين اند تندرنس شنو العلاج او شنو هاي نقول زيادة الاميون سبريسف الاكيوت فاسكولار ريجكشن هنا الريجكشن راح يكون بالفازلز هسه نشرح is mediated by antibody formed de novo after transplantation احنا كملنا زرع وكل شيء تمام راح تكون عندنا antibody it is more يسمونه curtailed the hyperacute as well يعني تكون الاستجابة مالته أقل من الهايبر أكيوت الهايبر أكيوت تكون الاستجابة فورية يعني خلال دقائق تصير هذا لا يكون أقل because of the use of intercurrent immunosuppression يعني نستخدم أثناء الزرع يعني أو بعد الزرع بشوية بدي نستخدم علاجات but is also associated with the reduced graft survival وأيضا راح يقلل من عمر العضو المزروع يعني يجي فترة وبعدين يبدي العضو يفشل يعني أو يموت aggressive immunosuppressive therapy يعني قصده هنا شنو aggressive يعني فد علاجات قوية يعني علاجات يعني درجة تسوي أذى دمج للتشو مالتنا فهذا معناه aggressive is indicated and physical removal of antibody يعني لازم نستخدم علاجات قوية يعني تخفض المناعة يعني بشكل مو طبيعي لأن نحتاج نخفض المناعة أكبر ما يمكن
كذلك انزيل الانتي بودي من الدم من البلازما من خلال عملية البلازما فيرسز. هاي البلازما فيرسز بيها هواي طرق، نفصل مكونات الدم يعني نخلي بس الريد بلاد سيل وبعدين نرجعها للجسم. اهم شيء نزيل الانتي بودي may be indicated in severe causes. Severe causes, not all post-transplant anti-donor antibodies cause graft damage. يعني يقصد انه مو كل الانتيبادي اللي تتكون ضد العضو المزروع تسوي دامج. Their consequences are determined by specificity and ability to trigger other immune. يعني اكو اشخاص مثلا اول مرة او باول تجربة بحياته يعني يزرع، فالانتيبادي اللي عنده ما راح تهاجم العضو المزروع، بس الشخص اللي زرع اكثر من مرة او ناقل دم لا هاي راح تسبب دامج للعضو المزروع. هيك يعني يقصد الفكرة. trigger other immune compounds such as the complement cascade. أعتقد هسه هذا شنو منو اللي مسؤول عنه يقول antibody formed after transplantation. شنو تكون نوع الاستجابة مالته؟ تكون أقل من الهايبر أكيوت ريسبونس. هاي أسئلة يعني ممكن تجي. شنو العلاج اللي نستخدمه؟ هاي حفظ أجريسيف أميونو سبرسيف ثيرابي وبلازما ثيرسيس. ذنين نحفظهن. أما البقية ما أعتقد يعني ممكن تجي يعني بها صح خطأ ما أعرف، بس هي مو مهم، بس ذكرتها أهم شيء. كرونيك ألوغرافت فيلر هذا أهم نوع، يعني أنا برأيي أهم نوع هذا لأن دائما يتكرر. الكرونيك يكون ألوغرافت يعني العضو اللي يجينا من شخص آخر، يعني also known as a chronic rejection is a major cause of graft loss. يعني دائما يعني هسه بوقتنا الحالي الكرونيك هو اكثر شيء كومن. احنا صح اخذنا قبلها بالاكيوت قلنا هو اكثر شيء شائع، بس هسه بالوقت الحالي الكرونيك اكثر لان قاموا يعرفون طرق شلون يسوون التحاليل وشغلات يمنعون بها الرفض. It is associated with the proliferation transplant vascular smooth muscle interstitial fibrosis and scarring. هسه خلينا نشرح معلومه خارج النص. بالكرونيك راح يتكون عندنا فد سايتوكاينز معينه، ومن هذا السايتوكاينز يسمونه ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. هذا شنو فايدته او قصدي شنو يعني وظيفته؟ انه يبدي يكون فد يعني مسؤول عن تحفيز الفايبروبلاست الخليه اللي في المولده للالياف والسموث ماسل على مود تكون عضلات مساء. فيجي للبلاد فازل مال الكلية يسوي بيها فايبروسيس ويسوي بيها سموث مسل، يعني يزود السموث مسل. فراح اللومن يعني التجويف او الوعاء مال البلاد فازل يبدي يضيق. من يبدي يضيق يعني راح تسرب الدم او بلاد سبلاي راح يكون قليل، راح يصير بعدين بمرور الوقت يصير اسكيميا بالكدني او اي عضو ثاني، بس هو اكثر شيء بالكدني. تمام. ف يقولن يسبب لنا vascular smooth muscle يعني proliferation، هو هذا ال transforming growth factor beta راح يزود لنا smooth muscle. interstitial fibrosis يعني بين الخلايا او بين البلاد فازل. وسكارنج راح يعني يسوي ندبات، يعني البلاد فازل راح يتخن حجمها فصير يسوي ندبات. تمام. هاي يعني الآلية مالته طبعا مهمة مهمات ذن جدا مهمات. أول سطرين يقول the pathogenesis is poorly understood، يعني الآلية تكون غير مفهومة. but contributing factors include immunological damage caused by subacute rejection. ها يعني هو شنو الفكرة؟ ليش يصير عندنا fibrosis؟ ليش يصير عندنا بالكرونيك؟ هو يصير عندنا فد نوع من أنواع الأكيوت بيسمونه subacute، يكون خفيف فيصير دمج مثلا بالبلاد فازل مال الكلية يتم تصليحه. يتم تصليحه يعني فشلون يتم تصليح؟ نعرف انه البلاد فازل شلون يتصلح؟ من خلال الفايبروسيس ويسمونه السموث ماسل وغيرها، يعني التجديد بالبطانه مع البلاد فازل. هذا كل ما يصير به تجديد راح يكبر حجمه، يصير به هايبر بلاجيا يتخن حجمه فيقل الدم يعني اللي يروح للكليه. هايبر تنشن ها هو اللومن مال البلاد فازل راح يقل مال الكلى. من يقل يعني راح الضغط يزيد بالكلى، يعني نحفظ اذا الكلى اذا صار بها فد مشكله راح تسوي فد هذا يسمونه رينين انجيوتينشن النظام سيستم، راح يصعد الضغط. اعتقد هاي المعلومات كلها مر عليكم. هايبر ليبيديميا
الهايبرليبيديميا صراحة ما أعرف شنو سببها بالضبط، and chronic drug toxicity. كذلك الأدوية دائما مستمرة مستمرة حسوينا سمية، أعتقد واضحة. بس هذا الكرونيك يعني أهم نوع لازم نركز عليه كلش ونحفظه كله، أما البقية بس ذكرتهن نحفظهن. هسه نفس ما قلنا الأنواع مهمات، يعني مو لحد يعوفن. هذا ملخص، يعني إذا تريدون تعوفون البقية وتقولون هذا بكيفكم. classification of transplant rejection، يعني إذا جاكم سؤال اذكر لي الكلاسيفيكيشن اذكر له هذا، بس إذا جاكم سؤال مثلا اذكر لي الكرونيك اذكر الشرح، قال لك اذكر لي اياهم كلهن اذكر الجدول، اذكر واحد من عندهم لا نذكر الشرح مال كل واحدة من عندهم. فهمت قصدي؟ المهم هايبر اكيوت ريجكشن الاستجابة مالت التايم minutes to hours، يعني خلال دقائق إلى ساعات. باثولوجيكال فايندنجز يعني الآليات الإمراضية شنو عندنا، يسوينا نفس ما قلنا البلاد فازل بيها مالتنا بيها انتي بودي، نربطها ويا العضو المزروع مباشرة، انتي بودي هاجم البلاد فازل مال الكلية المزروعة، فمباشرة راح يسوي لنا تخثرات نكروسيس. اعتقد واضحة هاي. الميكانيزم قلنا بري فورمد انتي بودي تو دونر، يعني الانتي بودي المتكونة بالفازل مالتي راح تهاجم الانتيجينات او البلاد فازل مال المتبرع. ان كومبلمنت اكتيفيشن تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، الانتي بودي مو راح يتصل بالانتيجينات مال المتبرع. احنا نعرف انه الانتي بودي من يتصل بالانتيجين راح يفعل لنا كومبلمنت سيستم، كومبلمنت سيستم راح يسوي لنا فد لايزنج للسيل. طبعا ذات ما اتصور انه طب مناعه، انا حافظ المناعه مالته شلون يصير كومبلمنت سيستم، بس على مود الشرح ما يطول وعلى مود متى شبك عندكم فراح اعقبها ما شرح المناعه. تريتمنت نون ايرفيسبل كرافت لوس، يعني قصده انه العلاج مالتن لازم نزرع بعد مرة ثانية ماكو غيرها، يعني لأن هو بس صار بي هايبر أكيوت يعني نرفضت الكلى لازم نجيب مرة ثانية نزرع كلى ثانية يعني، ونحاول نسوي تطابق بيناتهم وعلاجات على مود ما يصير رفض قوي. أكيوت سيلير ريجكشن من 5 أيام إلى 30 يوم، يقول الباثولوجيكال سيلولار انفلتريشن، يعني يقصد انه الانتي بودي او التي سيل تتفاعل ويا الخلايا مال يسمونه مال الدونر، فهم يسبب لها مشاكل يعني، او كذلك يعني راح تتراكم الخلايا السي دي 4 والسي دي 8 راح يصير سيلولار انفلتريشن بالخلايا مال الدونر. يقول الميكانيزم سي دي 4 سي دي 8 تي سيلز تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، راح يتراكم من تي سي ال ميديتد اميونيتي بالعضو المزروع. طبعا احنا ما قدرنا نحتاج نشرح المناعه لان نخاف ندوخكم هسه. التريتمنت انكريز اميون سبريشن، نحاول نزود الكورتيزون وغير الادويه على مود نثبط المناعه اكبر ما يمكن. الاكيوت فاسكولار ريجكشن هم من 5 الى 30 يوم راح يسبب لنا شنو؟ فاسكولايتس، لان هي راح يبدي يسوي دمج للبلاد فازل حيصير بها التهاب. الفاسكولايتس تشمل هواي عدة مصطلحات، ممكن تشمل فايبروسيس، هايبر بليجيا، سموث مثل مصل او الثرومبوس، هواي بها مصطلحات. انتي بودي اند الميكانيزم انتي بودي اند كومبلمنت اكتيفيشن، يجي الانتي بودي يتصل بالانتيجين الموجود على بلاد فازل مال الكليه المزروعه، وهم يفعل الكومبلمنت اكتيفيشن من خلال سي 5 بي ونوب سي 6 سي 7 وجماعتهم، يفعل الكلاسيكال باث واي، وبعدين يسوي لايسيس يعني دامج للبلاد فازل. البلاد فازل مو راح يسوي دامج، راح يصير شلون نصلحه من خلال الفايبروسيس، من خلال يعني بيبدي يصير بيه تثخن البلاد فازل. انكريز سبريشن ام اميون سبريشن ام نزود العلاجات. كرونيك الوغرافت فيلر اكثر من 30 يوم، يعني يستمر من عده اشهر الى سنين حسب يعني. الباثولوجيكال فايبروسيس اند سكارينج، هنا راح يساعدنا فايبروسيس بشكل مو طبيعي كلش هواي راح يصير اكثر من الانواع البقيه. سكارينج يعني تندبات او يعني فد تراكيب تتكون على البلاد فازل، يعني يسموها ندب. اميون اند نون اميون ميكانيزم، ممكن تكون اليه مناعيه يعني من خلال الجهاز المناعي، وممكن تكون بسبب الادويه يعني بسبب سميه الادويه وغيرها. مينيمايز دراج توكسيسيتي راح نقلل السميه مال الادويه.
لان هنا راح البلفز راح يصير بيها تفخن فيصعد الضغط، فلازم نعالج الضغط. كنترول هايبر تنشن اند هايبر ليبيديميا لازم نعالج، يعني هايبر ليبيديميا من خلال ادويه الاستاتين وغيرها. هذا جدول جدا مهم، يعني لازم ينحفظ ومبسط يعني اكثر من اللي قبلها. investigations هنا راح نجري الفحوصات والغير، يعني هاي الامور. pre-transplantation testing HLA typing، يعني قصده هذا اسم فحص نحدد من خلاله determines an individual's HLA polymorphisms، يعني ال HLA مال الافراد ومال الاشخاص، الاختلافات يعني مال المتبرع والمستلم نحددهن، على مود شنو نسهل عملية التطابق بين المستلم والمتبرع. يعني أنا مو ياهل يجي أخذ من عندك كله وتعال صراحة بداخلي، لا ماكو حكي، لازم نسوي تطابق بين ال HLA. من الساعة شرحناها هاي. Potential transplant recipients are also screened for presence of the HLA antibodies، يعني قصده انه نراقب المريض يعني من خلال فحوصات معينة، خاف عنده انتيبادي ضد اللي يسمونه المتبرع. يعني شلون اجيب دم مال المتبرع ومال، يعني قصد انه نراقب الدم، يعني اذا صار بيه تفاعل، يعني فصيلة الدم اذا تعرفون بلاد جروب لازم يكون متطابقات، ولا اتش اي لازم يكون متطابق. فنلاحظ اذا صار اكو تفاعل معين معناها انه هاي لا بيها مشكلة، يعني الجهاز المناعي مال المستلم بيه مشكلة، ممكن يأذي اذا زرعنا. The recipient is excluded from receiving a transplant that carries these alleles. يعني إذا شفنا شخص يعني يحمل فد أليلات مختلفة عن ال، يعني قصد ال HLA مالته مختلفة، لا نبتعد، يعني نبتعد عنه. يعني قصد إنه المستلم من بعده أو excluded، يعني نوخره، يعني إذا عنده شخص مختلف بالأليلات مالته. طبعا هذا النص مالته هيك معناها. Donor recipient cross matching is functional assay، يعني هذا الفحص يكون فحص وظيفي، يعني يسوونه بالمختبر. That directly tests whether serum for recipient يعني which potentially contains anti-donor antibodies، يعني يسوون فد فحص معين شلون الإلايزة، يخلون ال HLA مال المتبرع وبعدين يجيبون فد تركيب معين نفس ال يعني يسمونه anti-donor antibody، يخلطونه ويا ال HLA. إذا صار فد تفاعل معين حسب نوع التفاعل، إذا صار تفاعل يعني هذا يدل إنه يفيدنا، إذا ما صار تفاعل يعني معناها أكو فد مشكلة. فهي فد شغلات تحليلية، يعني مو مهمة، بس ده أشرحها هيك للتوضيح. able to bind and or kill donor lymphocyte. ها هنا يجيبون الجهاز المناعي أو الخلايا المناعية مال الشخص مال المتبرع ويخلوها، تمام، يخلوا يسووا لها فد اريست. يعني شنو اريست؟ يعني السيل سايكل مالتها يوقفوها، تمام، ويجيبون الخلايا مال الجهاز المناعي مالتنا وياها يخلطوها. طبعا الخلايا مالتنا يخلون فد مادة مشعة بيها، إذا صار تفاعل يعني زادت المادة المشعة، يعني الجهاز المناعي مالتنا أو الخلايا المناعية تفاعلت ضد مال المتبرع، معناها هذا بس نزرع على الكلى أصلا جسمنا يرفضها، تمام. بس اذا ما زادت الماده المشعه، يعني من زود الماده المشعه يعني الخلايا زادت، يعني الجهاز المناعي تحفز، بس اذا ما زادت يعني لا ماكو استجابه مناعيه، يعني هذا عادي نزرعه. It is specific to a prospective donor recipient pair، يعني هي يتم يعني فد بين المتبرع وبين المستلم. It's done immediately prior to transplantation، يعني قصد انه هاي الفحوصات اللي هسه حكيتك كلها قبل عمليه الزرع يسووها. وهنا انواع ترى بيهن، اذا اريد نحفظ لنا واحد اول واحد نحفظ لانه جدا مهم، اما البقيه لا. positive cross match قلنا اذا صار تفاعل معين positive معناها لا هذا ما يفيدنا، يعني صار فد استجابه بين الاستجابه المناعيه، هو احنا اصلا نريد نتخلص من الاستجابه المناعيه، فبوزيتيف يعني اكو استجابه مناعيه. يقول إذا كونترا إنديكيشن تو ترانسبلانتيشن، يعني قصده إنه هاي البوزيتيف الأشياء الفحص من يعطينا بوزيتيف معناها هذا إذا يعطينا أشياء إنه هذا راح يسوي لنا استجابة مناعية، فمعناها ممنوع نزرع العضو because of the risk of hyperacute rejection.
فهو حسب شدة التفاعل. إذا تفاعل يعني اللي يصير بين الـ HLA مال المتبرع والأنتيجينات الأنتيبادي، هي بها فد أنواع معينة. إذا أكو نوع معين مثلا، هذا يدل إنه أكو هايبر أكيوت، أكو مثلا يدل لا هذا راح يسويني أكيوت. فهي شغلات يعني خارجية ماكو داعي نحفظها، بس نعرف إنه أكو بوزيتيف كروس إنه يسوينا كونترا إنديكيشن بالترانسبلانتيشن. بوست ترانسبلانت بايوبسي يعني قصده انه زرعنا احنا وكملنا، ناخذ خزعه. هاي الخزعه شنو نخلي بيها؟ سي ستيننج للسي 4 دي، هذا كومبلمنت، نوع من انواع البروتين كومبلمنت. صبغه ماده معينه فلورسنت او غيرها ماده مشعه از ا فراجمنت اوف ذا كومبلمنت بروتين، فنخليها هاي السي 4 دي نخليها بالخزعه. اذا زاد عدد الماده المشعه معناها صار استجابة مناعية، وإذا ما زادت يعني ما صارت، على مود نعرف إنه هذا العضو المزروع مستقبلا راح يسوي لنا استجابة مناعية قوية لو لا. ليش إحنا نستخدم هذا؟ لأن أكو مثلا رفض مباشرة خلال دقائق يبين، أكو خلال شهر، أنا مش مدري إن خلال شهر راح يبين، فأسوي هذا الفحص على مود أتأكد من عنده. إذا طلع أدى استجابة مناعية فأزود الأدوية المناعية، الأدوية المثبطة أو المهبطة للمناعة على مود أمنع الأكيوت وغيرها. The position of CD4D in the graft capillaries indicate local activation of the classical complement pathway. يعني قصده انه احنا من خلينا يعني من خلينا C4D بالخزعه، او مثلا C4D يمر من خلال جسمي للعضو المزروع، راح يسوي لنا فد استجابه مناعيه موضعيه، يعني بقصده بالعضو المزروع بالكلى، راح يفعل لنا classical complement pathway يعني اللي هي C5P اللي هي كلاسيكال باث واي. وهذا معناها اذا لقينا كلاسيكال باث واي متفعل معناها اكو استجابه مناعيه انتي بودي ميديت الدمج. الفكره انه من تلقون كومبلمنت سيستم بالموضوع يعني الانتي بودي متفعل. This is useful in early diagnosis of vascular rejection. يعني قصدي اذا لقينا كومبلمنت سيستم او يعني C4D او غيرها، معناها اكو فد vascular rejection. لان هي اكثر شيء تتم بالفاسكولار، لان هي الانتي بودي مين تمر للعضو من خلال الدم، فاكثر شيء يصير بالفيزلز. هسه اذا اريد اركز مثلا على البوزيتيف قلنا هاي مال بوست ترانسبلانت نحفظها مهمه، اما البقيه بس فهم يعني مو ضروري. اذا اريد نحفظ مثلا هسه على شكل فراغ نحفظها يعني، بس هاي مهمه ثانيه جدا مهمه. Complications of transplant immunosuppression يعني شنو المضاعفات اللي راح تصير إذا أخذنا أدوية مثبطة للمناعة. Transplant recipient require indefinite treatment يعني قصده إنه الشخص راح يستمر على العلاج طول حياته. استوني شفت التعليقات هاني هاي الثلاثة الله قرأت شنو يعني وين هي اللي هي ملعتين أوقف والله التسجيل. فقلنا انه يحتاج علاج طول حياته. In general two or more immunosuppressive drugs are used in synergistic combination يعني مثلا نخبط فد مو نخبط انما فد ادوية يدمجوهن سوا على مود نحصل فد تأثير مفيد واقل ادفيرس افكت، اقل تاثيرات جانبيه. ممكن اكو علاج زين بس التاثيرات الجانبيه مالته قويه، او اكو علاج تاثيرات جانبيه مالته قليله بس هو مو خوش علاج، فاحنا نسوي فد كومبينيشن على مود نحصل علاج قوي وتاثيرات جانبيه اقل. The major complication of long term immunosuppression are infection and malignancy. يعني قصد المضاعفات مال الادويه ممكن تكون انفكشن، لان يعني المناعه راح تهبط فالبكتيريا تصير قويه، الفيروسات. المالجنسي ممكن تجينا من عدة آليات. The risk of some opportunistic infection may be minimized through the use of prophylactic medication. يعني شلون نعالج الحالة مال البكتيريا الفيروسات أو الانفكشن؟ نستخدم أدوية وقائية يعني مثلا يسمونه هذا البنسلين أو غيره، أو such as كلوفير أو فور سايتوميجالا فيروس، يعني هاي أدوية للفيروسات اللي أخذناها بمادة الفيروسات. بروفيلاكسيس
and thymethoprim and sulfamethoxazole for nemocystis prophylaxis. يعني قصده انه هاي المايكرو اورجانيزم نستخدم لها فد علاجات معينه. بعد ايش عندنا؟ immunization يعني with cold vaccine. ليش نستخدم cold vaccine؟ لان هي المناعه اصلا قليله فلازم نستخدم cold vaccine. اذا قلنا مثلا attenuated يعني فيروس مضاعف او لقاح مضاعف نقول لا لان مناعته هو ضعيفه، بس نستخدم ممكن الفيروس يقوى يسوي ريفيرجن ويصيب الجسم، فنستخدم cold vaccines is appropriate. Also the immune response may be curtailed. curtailed هنا يعني تكون قليلة، على حتى لو تكون قليلة الاستجابة المناعية لازم يعني نستخدم cold vaccine. live vaccine should not be given، يعني ما نعطيها لأن تسبب لنا مشاكل. The increased risk for malignancy يعني الأورام أو السرطانات because the T cell suppression result in failure to control viral infections. يعني إحنا إذا إحنا نعرف إنه عندنا T cell بها CD4 CD8 CD8 أو CD8 هي اللي تهاجم الخلايا، مثلا إذا شافت خلية بها فيروس أو مصابة بفيروس تقتلها، إذا شافت خلية تتحول سرطان تقتلها. احنا هنا قللنا دور التي سيل، اكيد يعني راح تزود عندنا الاورام، راح تزود عندنا الاصابات الفيروسيه associated with malignant، خصوصا الفيروسات اللي تسبب اورام. هنا التي سيل هي اللي تقتلهم، التي سيل هنا ضعيفه او دورها منعدم، فراح لان الفيروسات او الاورام تضغى وتسبب لنا مشاكل. عندنا انواع الفيروسات اللي تسبب لنا اورام اللي هي خصوصا الليمفوما، بشتاين بار فيروس، كابوسيز، ساركوما، يقول associated with the human herpes virus 8. هاي المعلومات هنا مفروض ما اخذيها. سكن تيومرز خصوصا البابيلوما فيروس. immune suppression is also linked with a small increase in the incidence of common cancers not associated with the viral infection. يعني هي مو بس سرطانات لها علاقة بالفيروس، ممكن بغير مكان. هي المناعة ما دام ضعفت بكل مكان بالجسم، أحسب منها باللانج، سرطان الرئة، بالبريست، بالكولون، حسب المكان. reflecting the importance of the T cell in anti-cancer surveillance. يعني ده يعطي إنه أهمية الخلايا التي محاربة السرطان أو مراقبة السرطان، يعني تعمل كمضادات للسرطان. طبعا هذا اللي ذكرناه يعني مو ذيك الأهمية، نحاول نفهمه، بس هسه عندنا الجدول هذا أهم، تقريبا أهم شيء بالملزمة ويعني أصعب شيء. immunosuppressive drugs used in transplantation drug anti-proliferative agents، يعني فد أدوية تتداخل ويا نمو الخلايا المناعية مثلا التي سيل وغيرها أو الليمفوسايت، هاي الأدوية راح تمنع نمو هاي الخلايا. مثلا عندنا يعني نحفظ لنا بس واحد من الاثنين، أزاثيوبرين يقول inhibit lymphocyte proliferation by blocking DNA synthesis. هذا الدواء وين حيروح لنا مصنع هاي الخلايا؟ وين؟ بالنخاع العظم بون مارو، راح يبدي يتداخل ويا ال DNA مال الليمفوسايت بالنخاع العظم، تمام، راح يوقف النمو مالتها. يقول maybe directly to cytotoxic at high doses، ممكن يقتل الخلايا مالتنا إذا أخذناه بجرعات عالية، يعني يشبه أدوية السرطان إلى حد ما. major adverse effects increase susceptibility to infection. طبعا كل هنا يزود أن الإصابة أو القابلية للإصابة بالعدوى، هاي نحفظها نقطة مهمة. لوكوبينيا احنا قلنا يشتغل على شنو؟ يشتغل على البون مارو، فاكيد هو مو بس الليمفوسايت حيوقف، حيوقف هواي خلايا، لان احنا نعرف انه الدواء يعني بانواع، اكو سيلكتيف اكو نون سيلكتيف، وهذا الدواء على الاغلب يكون نون سيلكتيف، فيشتغل على كل الخلايا الوايت بي سي الليمفوسايت وغيرها والبيزوفيل، فيسوي لوكوبينيا. ما دام درج هاي يسمونه سايتوتوكسيك يعني مضر بالخلايا، اكيد راح يسوي دامج للليفر او هيباتوتوكسيسيتي. هسه اول شيء اتفقنا انه هذا يعني يكون ضد النمو مال الخلايا المناعيه، هذا العلاج مثل ازاثيوبرين inhibit lymphocyte من خلال blocking DNA synthesis.
يسوي سايتوتوكس ات هاي دوسز، يسبب لنا اصابه بالعدوى، قله كريات الدم البيضاء والسميه للكبد. هسه نجي للمجموعه الثانيه، طبعا هاي الادويه كلها مهمه حفظ. جلاسي نيورين انهبيترز، نحفظ السايكل سبورين، اذا الاثنينات نحفظ لان المذكورات هسه بعد شوي. سايكل سبورين وترى يختلف عن السيفالوسفورين، انا ما اشتبه بيناتهم. تاكرو ليماس، لان شنو سالفتها؟ يقول انهبت تي سيل سيجنالينج، بريفنت ليمفوسايت اكتيفيشن، بلوك سايتوكاينز ترانسكريبشن. انا احكي شويه معلومه على السريع. اكو فد اشارات معينه من خلالها يتم تحفيز التي سيل، من خلال يسمونه الماكروفيج تفرز فد سايتوكاين معين من خلالها تحفز التي سيل، لان هي الماكروفيج تشتغل على شكل انتيجين بريزنتنج سيل. من نشوف الانتيجين تفرز ماده سايتوكاين تحفز التي سيل، هذا الدواء شو يسوي؟ يمنع هاي السايتوكاين من التكون، تمام؟ او يمنع تكوينها اساسا. فاذا تم منع السايتوكاين راح يتم منع تكوين التي سيل، وبالتالي راح تقل المناعه او ما تتفعل الليمفوسايت. الليمفوسايت هنا ما دام ما ذكر شنو نوعها، يعني بي سيل وتي سيل، هم قلنا يسبب اصابه بالعدوى، هايبر تنشن. صراحه ما اعرف ايش يسبب هايبر تنشن بالضبط، بس اعتقد لانه يسوي دمج للكلى، فهو اي دمج بالكلى او اي سميه بالكلى سبب هايبر تنشن. دايبيتوجينيك سبيشالي تاكروليماس، هذا التاكروليماس هو اللي يسبب دايابيتس. خاف اقول لكم منو المسؤول يسوي دايابيتس، انقله هذا الدواء تاكروليماس. جنجايفل هايبرتروفي، يعني اللثه مال الشخص تبدي تورم او تتضخم. هيرشوتزم، يعني انه اعتقد يقوم يطلع الشعر بمناطق، يعني مثلا الجبين الخدود. منو يسبب هذا الشيء؟ الجنجايفل والهيرشوتزم يسمونه سايكلوسبورين، لان نحفظ المهمات. الجلوكوكورتيكويدز هاي جدا مهمه، يقول decrease phagocytosis and release of proteolytic enzymes. ايضا تفعيل الماكروفيج اللي هي والنيوتروفيل يتم من خلال فمفد انترلوكين معين، هذا الدواء يمنعه. يقول decrease lymphocyte activation and proliferation، ايضا يأثر على الليمفوسايت تفعيلها والنمو مالتها، نفس الآليات اللي قبلها بس هنا تكون متعددة. decrease سايتوكاين برودكشن، هو بس السايتوكاين يوقف شغلها يوقف الجهاز المناعي، لان هي اللي تفعل بقيه اجزاء الجهاز المناعي، هي والانترلوكين. ديكريز انتي بودي برودكشن، يعني ما دام قللنا السايتوكاين البي سي ما راح تتفعل، بالتالي الانتي بودي ما يتم انتاج. هم التاثيرات مالته اصابه بالعدوى، مالتيبل اذر مول كومبليكيشنز. طبعا الجلوكوكورتيكويد جدا مهم، يعني انتي ثايموسايت جلوبولين، يقول انتيبوديز تو سيل سيرفيس بروتينز ديبليت اور بلاك تي سيل. اكو فد انتيبودي معينه ترتبط بالسيل سيرفيس، بالبروتينات مال الموجوده على سطح الخليه، خصوصا بالكليه المزروعه، فهاي الانتيبودي هي اللي تسبب لنا فد استجابه مناعيه، ايضا من خلال افراز ماده معينه وتفعل مواد تفعل بقيه الخلايا المناعيه، فالانتي ثايموسايت جلوبولين يثبطها، كذلك يمنع التي سيل. يقول برو فاوند نون سبيسيفيك اميون سبريشن، يعني العلاج يكون له تاثيرات جانبيه مثل نفرو توكسيسيتي هيباتو توكسيسيتي، حسب يعني هو العلاج يسبب فد اضرار قويه. انكريز سبتيفيتي انفكشن، قلناها موجوده بكل مكان. العلاج اللي بعده اللي هو باسيليكس زمام مونوكلونال انتي بودي دايركتلي اجينست سي دي 25 اكسبرست اون اكتيفيتد تي سيل. هذا السي دي 25 يرتبط بين السي دي 4 والسي دي 8، يعني يسوي تفعيل معين بيناتهم. يعني السي دي 4 اللي هي تي هالبر 1 تفعل لنا سي دي 8. طبعا ده اختصر الاليه مال الدواء على مود ما يصير الشرح طويل، فيمنع هذا السي دي يعني يتواصل بين التي سيلز بيناتهم.
فبالتالي راح يتم تثبيط التي سيل، يسبب ان اصابه بالعدوى، وكذلك gastrointestinal side effect، ممكن يسوينا دايريا، constipation، نوجا، فوميتنج، حسب نوعه. البيلاتاسبت selectively inhibit T cell activation through blockade of CTLA4. عندنا الانتيجين presenting cell من ترتبط ويا CD4، وهي متعرضة للانتيجين من خلال ال MHC تعرضة لل CD4، فأكو فد تركيب اسمه B7، هذا ال B7 من خلاله ترتبط ويا CD4. ال CTLA4 شو يسوي؟ يرتبط بال B7 يمنعه من الارتباط، ما دام منعها فراح يمنع السي دي 4 ترتبط ويا الانتيجين بريزنتنج سيل، وبالتالي تفشل عملية التعرف على الانتيجين وتقلل المناعة. أعتقد هاي فد شرح بسيط على الآلية، هم الإصابة بالعدوى والإصابة بالسرطانات. خاف يجيكم سؤال يقول لكم يا أكثر دواء سيلكتيف، هذا آخر واحد، gastro intestinal side effect، hypertension، anemia and leukopenia. يعني صراحة ما أعرف يعني ليش يسبب هيك، بس أعتقد لأن أكو فد نيجاتيف أو فد فيدباك بين تكوين الخلايا المناعية وبين البون مارو، فأعتقد يعني إذا تم كسر هاي الآلية الفيدباك فراح يصير فد مشاكل ويسبب هيك، بعد ما أعرف يعني شنو أسبابها، بس إن المهم نعرف الآلية مالته. أورجان دونيشن يعني العضو اللي يتم التبرع به، شنو الصفات مالته، شلون راح شنو المشاكل مالته. The major problem in transplantation is a shortage of organ donors. يعني يقصد انه عمر هاي الاعضاء يكون قصير، ممكن اكو عضو حسب ما قال الدكتور انه اكو عضو يعني مباشرة طلع من الشخص الميت وعسى تتزرعه، فرق عن العضو اللي مجمد صار له مدري كم شهر مدري كم يوم، هم تفرق يعني. كادافيريك اورجان هنا مثلا شخص اكو شخص يصير يا حادث وجوال بروفيسي هيلث هو اكسبيرينس برين ستيم ديث، يعني يموت سريريا مثلا نقول، او يموت بالحوادث او سيربرو فاسكولار ايفنت، هذا الشخص يعني هو الجسم مالته شغال، يعني القلب مالته الاعضاء كلها شغاله، بس الدماغ مالته صار بيدمج يعني بعد دخل غيبوبه الى الابد، وما يظل الى الابد بغيبوبه، لا ميت يعني ميت سريريا يعني. ايش يسوون؟ ياخذون الاعضاء مالته مثلا الكبد القلب غيرها، هو عدل ما بيشي بس غيبوبه بعد يبقى للابد، فياخذون الاعضاء مالته. Even if organs were obtained from all potential cadaveric donors, though their numbers would be sufficient to meet current needs. يعني يقول إنه الأعضاء اللي يتم يحصلوها من هذول الأشخاص المتبرعين، يقول على الرغم ذلك إنه هي تكون غير كافية على مود تلبي احتياجات المرضى اللي يحتاجون زرع. An alternative is used of the living donors. وكذلك اكو بديل انه ناخذ من الاشخاص الاحياء، يعني طبعا يعني مو كل الشخص يوميا يصير بيه حادث، يعني يوميا حادث او الدماغ مالته يصير بيه مشكله ويموت الشخص، لا فناخذ من الاشخاص الاحياء. altruistic living donation يعني يقول انه الايثار، او عندنا بالعراقي مثلا نقول تصعد الغيره عده وروح يطي يتبرع بالعظم مالته بالكلى او غيرها، بس ما بيتوقع بقلبه هاي كذا ما حد يسويها. usually from close relatives يعني من الاقارب، is widely used in renal transplantation خصوصا بزرع الكلى، يعني هي اكثر شيء شائع. living organ donation is inevitably associated with some risk to the donor and it is highly regulated to ensure appropriate appreciation of the risk. يعني الشخص من ناخذ من عنده عضو مو من الصور تعال اخذه، يعني اكيد بيها فد مخاطر، ممكن تسوي له فد مضاعفات، يعني هو اكيد راح يسوي عمليه وهي العمليه راح يصير بيها مضاعفات، وممكن يصير عنده انيميا، ممكن يصير عنده فد شغلات جانبيه يعني، فلازم نسوي فد فحوصات وشغلات معينه على مود نحافظ على المريض او على الشخص المتبرع عفوا. because of concerns about curation and exploitation، يعني يقول انه الشغلات اللي تصير بها يعني تجارة الأعضاء أو غيرها
تكون غير قانونية، هيك بس ملاحظة مو مهمة. أعتقد خلصنا. لو أكو بعد سلايد؟ لا خلصنا.